أهلا وسهلا فيكم. مثل ما وعدناكم، نحن بجمعية الأطباء والصيادلة السوريين بألمانيا. رح نلتقي اليوم مع الدكتور عماد سباعي. الدكتور عماد استشاري أمراض داخلية وطب طوارئ بالمشفى الجامعي بمدينة ماربورغ. رح يحكي لنا اليوم عن تجربته اللي خاض مع عدد من مرضى الكوفيد 19، ورح يحكي لنا يعني عن أهم الشغلات اللي بتهم سواء الطاقم الطبي اللي لهم تماس مباشر او غير مباشر، مثل الاطباء مثلا الانف الحنجره والجلديه والعينيه او حتى الجراحه مثلا مع الكوفيد 19 باسينتم، او سواء مع العامه، يعني الاشياء اللي بتهم العامه والاسئله اللي كثير هلا عم تنطرح بشكل متكرر من العامه. أنا معكم مجد جانو، طبيب أسنان، أعمل في إدارة الجودة في مشفى جيسن الوطني، ورح تكون معي زميلتي الدكتورة نور المسامي اللي عم تعمل اختصاص جلدية حاليا بمشفى دريسدن الجامعي. أهلا وسهلا فيك دكتور عماد. أهلا وسهلا فيك نور. أهلا وسهلا. دكتور عماد، بس قبل ما نبلش نحن بالأسئلة تبعنا، ممكن تعرفنا شوي عن حالك وعن المكان اللي عم تشتغل فيه؟ أنا أخصائي أمراض باطنية وصدرية وطب طوارئ، حاليا عم بشتغل أوباءات، يعني طبيب مشرف بالمشفى الجامعي بمدينة ماربورغ، مسؤول تقريبا عن طبعا قسم الإسعاف تبع الأمراض الباطنة، وبنفس الوقت كمان مسؤول عن العيادة الصدرية بالمشفى. درست الطب بجامعة حلب، وبعدين كملت دراسات عليا بجامعة دمشق، عملت هنيك كمان أمراض باطنة وكمان صدرية، وطلعت بسنة 2010 على ألمانيا، وتقريبا صار لي حوالي 10 سنين هلا هون حاليا بألمانيا، ومن بداية شغلي لهلا بنفس المشفى، يعني تقريبا بنفس المشفى الجامعي بمدينة ماربورغ. كثير حلو. طيب هلأ من الأسئلة اللي كتير عم تنطرح هلأ بشكل أساسي، خلينا نبلش بسيناريو. السيناريو هو كالتالي: حضرتك بالمشفى عم تشتغل، جاك اتصال من الإسعاف، في عنا مريض في عنده شك بأنه يكون عنده كوفيد 19، كيف حضرتك تتصرف؟ شو الإجراءات الوقائية اللي بتتخذها مشانك؟ وشو الإجراءات الوقائية اللي لازم يتخذها الطاقم الطبي بالإسعاف لحتى يحمي باقي المرضى الموجودين بالإسعاف من هذا المريض؟ هلا طبعا كل مشفى له وجود سياسي معين، استراتيجي معين للتعامل مع المرضى اللي عندهم بحاله الاوبئه، يعني او اللي عندهم شك يكون عندهم مثلا مرض معين معدي. حاليا بالمشفى عندنا الجامعي في تم فصل غرفه الانتظار للمرضى العاديين، مثلا اللي عندهم فرضا وجع بطن، اللي عندهم مثلا مرضى الجراحات، مثلا اللي عنده مثلا جرح او كسر او كذا، وغرفه انتظار ثاني للمرضى اللي عندهم حراره او عندهم دليل انه هني عندهم مرض معدي. فهذول عاده عم يادوا بشكل منفصل عن المرضى الثانيين مشان نخفف العدوى. لما بيجي المريض عادة بيتم استقباله عنا عند باب الإسعاف، هلا حاليا كسياسة جديدة يعني، مشان يتم تصفية المرضى على مرضى ممكن معديين، مرضى غير معديين، وفي استبيان معين ممكن نحكي عليه بعدين، انه اسئله معينه حسب نتيجه الاسئله بيتم فصل المريض مثلا بغرفه الانتظار. لما بصير المريض بغرفه الانتظار عندنا بيعطوا خبر طبعا للطبيب انه نحن هلا عندنا في مريض عنده احتمال يكون عنده مرض معدي، سواء كوفيد 19 ولا شيء ثاني. الطبيب عندنا بشكل عام بيلبس اللباس الحماية يعني المخصص، اللي عادة معروف بظن بأغلب المشافي، اللي بيتضمن غطاء للرأس، نظارات، أو إذا مثلا ما في نظارات بيحطوا مثل الفيزر اللي هو عبارة عن مثل واقي تقريبا، يعني نقول زجاج أو بلاستيك، أحيانا بيكون واقي بشكل كامل للوجه.
ماسك مخصص كمان عادة حسب نوع الحالي، مثلا فرضا إذا MRSA، ولا فرضا إذا حكينا مثلا حالي تاني مثلا كوفيد، يعني حسب شو نوعية المرض اللي نحن عم نتعامل معه. وطبعا لباس العزل اللي بيكون عادة مضاد لتسرب السوائل، أو شيء في حال مثلا المريض عطس أو أي شيء كمان ما يتسرب لللباس الأساسي اللي لابسه الطبيب. وطبعا أكيد الكفوف تبع الحماية، وحسب في بعض المشافي بيكون في لباس مثلا خاص للأقدام، يعني حاليا عندنا بالمشفى ما عم نستخدمه. بروح طبعا المريض بهذا اللباس، بيدخل لعند الطبيب، يعني بروح لعند المريض بغرفة الانتظار وبيسأله، وبيقرر هو إذا هل فعلا هذا المريض لازم يستمر عزله، ماشي. لأن مثل ما حكينا الأسئلة اللي بتنسأل عادة هي أسئلة عامة، والطبيب طبعا بيسأل أسئلة شوي متخصصة، يعني بحيث مثلا يعرف إنه مثلا صحيح المريض عنده حرارة، بس مثلا بجوز يكون سبب الحرارة التهاب مجاري بولي، أو التهاب مثلا فرضا خراج معين مثلا بإيده أو بكذا، وبالتالي ما في داعي للعزل. يعني في حال فعلا المريض بده ينعزل، فحاليا نحن كمان بالإسعاف تم تقسيم الإسعاف لقسمين، قسم النظيف اللي بسموه تقريبا، اللي هو الأقسام اللي طبعا مثلا اللي فيها جراحة فرضا الأذنية العينية الأطفال، وفي قسم يعني غير نظيف، يعني الشونسك بسموه عنا مثلا، انه اللي هو مخصص للمرضى اللي معديين، وتم طبعا تخصيص طريق خاص لهم، يعني مثلا ما بيدخلوا بنفس الطريق اللي بيدخلوا فيه المرضى الآخرين، تمام. مشان نقلل يعني تماس مع باقي المرضى ومع باقي الطاقم الطبي. وطبعا الغرفة لما بيدخلوا عليها بيكون كمان الغرفة تقريبا ما فيها غير مونيتور يعني وشاشة للمراقبة، وسرير للمريض، وطاولة وكمبيوتر للطبيب. الأدوات اللي ممكن يحتاجها الطبيب مثلا، مثل فرضا استخدام فرضا فتح وريد أو سحب دم أو زرع دم أو أي شيء، هذا كلياته موجود خارج الغرفة، مشان كمان ما يصير في مثلا لما واحد يفتح خزانة ياخذ مثلا أي شيء وكذا، ممكن يصير بسبب إنه إيديه متلوثة، إنه كمان ينقل الجراثيم والفيروسات للأنابيب الاختبار للمريض اللي بعده ممكن يجي. وبالتالي كل مريض يعني بيتم تحضير. هلا حاليا مثلا اليوم كان فكرة جديدة ظريفة من التمريض، انه تم مثلا وضع كل شيء خاص، كل شيء ممكن يحتاجه الطبيب مثلا ضمن الغرفة، فرضا انابيب سحب الدم، الباترفلاي مثلا، او البرانيول مثلا، الكانولا اللي ممكن نحطها مثلا مشان فتح وريد، الالكترودات مثلا مشان يوصل المريض على المونيتور، زرع الدم، فرضا شاش، او فرضا المطاطه اللي شتاوش لاخر مثلا بيستخدموها، مشان يعني كلياتها بكيس واحد، وبالتالي بياخذها مثلا الطبيب يكون جاهز بياخذها معه ويفوت لجوا وخلاص، مشان ما يضطر يطلع لبرا مرة ثانية. خلاص موجوده هي، في حال ما يعني تم استخدمها كلها، ما استخدمها يرمى الباقي، يعني بسبب انه طبعا بس. تمام. يعني هذا تقريبا فينا نقول المجرى العام للامور لما بيكون مريض، طبعا عم نحكي كمريض معدي، يعني اي مرض ثاني سواء ولا في هيك بس كم سؤال صغار. اول شيء يعني انتم بتعملوا الترياج حسب المانشستر ترياج سيستم، وهذا اللي بتعمله بالعاده ممرضه او ممرض. مظبوط. عادة مرضات عادة بيتم تقسيم المرضى حسب الألوان، مثلا عن اللون الأزرق هو لمريض غالبا يعني شكايته مثلا فرضا عنده وجع بطن من شيء مثلا شهرين ثلاثة، فهذا المريض شكايته مانا كتير إسعافية، وبالتالي لونه أزرق. اللون بعده بيجي الأخضر، اللي هو مثلا بجوز مريض عنده فرضا
فعلا وجع بطن من يوم او يومين، بس مثلا ما انه مستقر مثلا، لانه غالبا عاده كمان التمريض عندنا لما بيجي المريض بتعمل قياس الضغط وقياس النبض وقياس كمان الاكسجه بالدم، واذا حسوا انه المريض فيه فعلا مشكله يعني بينادوا لطبيب مشان كمان يشوف المريض معهم، يعني بضل بالنهايه التمريض اللي عم يعمل ترياجه. المرحله بعدها ممكن يجي اللون برتقالي عندنا، اللي هو او لون عفوا اصفر، مثلا مرضى فينا نقول مثلا الاد سي اس الاكوتس كورونا سيندروم اللي عندهم مثلا مرضى بالصدر، كمان هدول عاده لازم ينشافوا بشكل اسرع. في اللون البرتقالي اللي هو بجوز اللون كمان يعني اكثر بسرعه اكبر لازم ينشاف المريض، من مثلا خلال ساعة. فرضا اد سي اس عنده اكوتس كورونا سيندروم بس مثلا عنده الم هلا حاليا كثير، او مثلا متسرع قلبه او ضغطه نازل او في مشكله يعني مثلا. واللون الاحمر اللي هو عاده لمرضى الشوكرا اللي هم مرضى الكريتيك يعني مرضى الحرجين، هدول طبعا غالبا مباشره بروح على الشوكرا على غرفه المعالجه وبتم تعاملهم يعني بشكل سريع جدا. وطبعا ضمن يعني كل مريض لما بيطلع لنا بالقائمة بيكون في محطوط الوقت، يعني مثلا انه هذا مثل ما حكينا مثلا المريض اللي باللون ازرق ممكن يستنى 5 ساعات 6 ساعات، المريض مثلا اللون الاصفر لا لازم يشاف خلال نص ساعة، اللون الاحمر مباشرة لازم يشاف يعني مشان يتوجه الطبيب. نفس بالنسبة لمرضى البيت. لا بس عفوا حضرتك ذكرت انه انتم قسمتوا النوت او في نعمه عندكم لقسمين، قسم ل يعني مش موكسيكو قسم زوبا. طيب يعني انا بعرف انه نحن مثلا عندنا نحن بالنوت او في نعمه تبعنا بدريسدن عندنا في قسم للمرضى اللي بيجوا مع الريتونجستينست، هدول اللي بيجوا بالسياره بسياره نقل المرضى، او وفي قسم بيجي للمرضى اللي بيسموهم زيب سلويفا اللي بيجي لحاله على رجليه. فانتم كمان في عندكم هالتفريق بين هدول الدولتين؟ طريق يعني طبعا المرضى اللي بيجوا عن طريق المشي يعني عن طريق غرفة الانتظار، مدخلهم غير مثلا المدخل اللي بيجوا عن طريق سيارات الإسعاف. سيارات الإسعاف لهم بارك خاص مثل موقف خاص لإلهم ومدخل خاص لإلهم، كمان مدخل بيكون مغلق له هلا كود مثلا معين بيعرفوه الممرضين تبع الإسعاف، وبيدخل المريض، المريض بيتم تسجيله اول شيء كمان يعني مثلا بياخذوا معلومات مشان نشوفه عندنا بالسيستم، وله كمان طريق معين كمان حسب وضعه يعني. كمان هذا غالبا انتم بجوز تعرفوه من اغلب المشافي، ب في مثلا نحن في عندنا في شيء اسمه نظام ايفينا اللي هو بكل هسن انه قبل ما يجي المريض لعنا اذا جاي عن طريق سياره الاسعاف بتشوف انت بيجيك الرساله، كان قبل في كان يجي فاكس هلا صار مثل مونيتور، وبتشوف مثلا انه انا جايك مريض مثلا بعد نص ساعه معه وجع بالصدر مثلا، وبالتالي انت بتجهز نفسك مثلا بغرفه الاسعاف ممكن مثلا تفضل غرفه او مونيتور، او مثلا جاي مريض مثلا في ضغط او في كوفيد مثلا 19 كمان نجهزه مثلا. في عندنا صراحة في قسمين للعزل، في قسم قديم موجود هو عبارة عن 3 غرف بس صاير شوي بعيد عن غرفة التمريض، وبالتالي عم نحط فيه المرضى المستقرين يعني سواء كوفيد ولا غيره. مثلا فرضا شاب عمره 25 سنة وجاي بإسهال ووجع بطن بس مستقر ما في مشكلة، فهذا ممكن نحطه بالغرف شوي بعيدة. بينما مثلا طبعا هاي الغرف كلها مراقبة بكاميرات وفي مونيتور وكذا، يعني ما انه مثلا ما في حدا نهائيا. بنفس الوقت اذا لا اجانا مريض مثلا عمره فرضا 90 سنه تعبان اموره ما مستقره، هذا المريض لا يفضل يكون بالغرف القريبه وحسب وضعه مثل ما حكينا، اذا طبعا في شك يكون مرض معدي بيدخل بالمنطقه الملوثه يعني او يعني الشموتسك بسموها ومعالجته. تمام. طيب حضرتك ذكرت كمان انه
يعني هلا انا السوق هذا كنت اساله، تمام حضرتك ذكرت انه يعني الشورتس او السيستم العاديه ممكن الطبيب يلبسها، يعني نحن كلنا شفناها بالصور وكذا، لكن بالنسبه هلا للكمامات، بما انه عم نحكي عن اساليب الوقايه، ممكن تحكي لنا هيك شوي لمحه سريعه عن انواع الكمامات وشو الشغلات اللي عم تستعمل هلا من قبل الطاقم الطبي؟ لان احنا حاليا كسياسه موجوده بالمشفى، تقريبا كل العاملين بالمشفى اللي عم يتعاملوا مع المرضى او لهم تماس مع المرضى تم اجبارهم بلبس الماسك الجراحي العادي اللي بنعرفه، اللي هو بيكون ابيض من جوا ولون تاني من برا، اخضر زهري حسب، في عده انواع، او مثلا عند الاطفال بيكون عليه رسمات معينه او شيء. هذا الماسك الجراحي العادي، واللي فينك واحد دائما بسميه الماسك الشخص المحب للآخرين. هذا الماسك يعني ما بيحميك إلك ولكن بيحمي غيرك، يعني في حال أنت كنت مريض سواء غريب انفلونزا أو أي مرض تاني، مرض تنفسي، يعني إذا حطيت هذا الماسك أنت عم تمنع وصول الرذاذ لما أنت عم تحكي أو متعطس أو تسعل وصوله لمريض تاني، ولكن ما بيحميك إذا كان فرضا أنت دخلت بغرفة عم فيها مريض مثلا كوفيد، وعم مثلا في معالجة بالإرذاذ مثلا أو كذا، فهذا ما بيحميك، لأنه الماسك الجراحي العادي عادة ممكن تمرق من خلاله الرذاذ اللي هو عادة يعني فينا نقول القطيع او هلا اذا شوي بدنا نفرق مشان نفهم كيف الماسك بيشتغل. في يسموه الرذاذ اللي هو الايروزول، وفي شيء اسمه الدروبلت او تروبشن اللي هي القطيرات. عادة الرذاذ بيكون قطره يعني تقريبا تحت الخمس ميكرومتر، والدروبلت تقريبا فوق العشرة، وما بيناتهم يعني في اختلاف يعني تقسيمه. عادة إذا بنحكي فرضا مريض الكوفيد 19 لما بيعطس أو بيسعل بيطلع شكلين، بيطلع عنا القطيرات وبيطلع الرذاذ. القطيرات عادة وزن، ما إنه قطرة كبير وزن أكبر، ما بتقطع أكثر من مترين. بينما الرذاذ اللي هو مثلا إذا عطس أو سعل بيكون حجمه كتير صغير وممكن تطير بالهواء وتظل موجودة بالهواء. بالنسبة للقطيرات عادة بتكفي إنه مثل التوصيات العامة اللي هي إنه واحد يغسل إيديه دائما، وإذا صار تماس مع السطوح دائما أو يعقم السطوح إذا موجودة. بالنسبة للرذاذ لازم الحماية بالنسبة للمريض، يعني إذا حط المريض كمامة هذا الرذاذ بده بنخففه من المريض. عملوا مثلا دراسات بالنسبة مثلا للكوفيد، لبظن فيروس الكورونا وللإنفلونزا وللآر إس فاو طبعا غالبا بتصير عند الأطفال، ولقوا إنه قاسوا نسبة الفيروس بالهواء للمرضى لما كانوا يعني بتنفسوا لما كانوا حاطين كمامة بدون كمامة، فلقوا المرضى اللي بدون كمامة كانت النسبة عالية طبعا الفيروس ضمن الهواء، ضمن سواء الرذاذ أو القطيرات، وبينما المرضى اللي عندهم كمامات فكانت النسبة تقريبا صفر. وبالتالي فينا نقول إنه إذا المريض حاطط كمامة، وهي السياسة كمان متبعة عنا حاليا بالمشفى، إنه كل المرضى لما يجوا على النطفة بعيش بغض النظر شو معهم فرضا حرارة ولا بدون حرارة عم ينحط لهم كمامة، طبعا مشان نحمي نفسنا يعني كطاقم طبي، والطاقم الطبي نفسه كمان عم يحط كمامة، لأنه مثل ما تعرفوا المرض فيه كتير يعني أشخاص بيكونوا غير عرضيين وبالتالي ممكن ينقلوا العدوى. تمام، الطاقم الطبي الكمامة اللي عم يحطها كمان هي الستاندر هي الستاندر هي العادي. هلا في حال فعلا اجى مريض عنده الاصل يعني مثلا حكي انه عنده في ضغط او كوفيد، يعني عنده شك انه يكون عنده المرض او عنده مرض تنفسي، يعني مثلا فرضا ذات رئه، يعني ممكن تكون بسبب كوفيد بسبب شيء ثاني او حراره ما واضحه، فهدول المرضى عم نستخدم الكمامات النوع الثاني اللي هي
تعرفوا كليات اللي هي ال FFP2 او FFP2 او ال N مثلا 95 اللي بظن يعني ما كتير مستخدمين هون بألمانيا او بجوز بعض المشافي. ال FFP2 تقريبا بتحمي كمان اكثر، يعني ما بتسمح للرذاذ القطيرات هي الصغيرة كمان بالعبور، وينصح فيها طبعا باستخدام بالنسبة للحالات أو الأمراض التنفسية المعدية. الـ FFA Dry اللي هي كمان يعني مثل ما نقول مستوى أعلى، عم يتم استخدامها غالبا يعني كمان هي تقريبا بتحمي لسه أكثر، عم يتم استخدامها عند تقريبا نفس المرضى، ولكن اذا كان في نيه انه مثلا بتداخل معين، فرضا بدنا نعمل تنبيب للمريض، بدنا نعمل له تنظير قصبي، تنظير هضمي، يعني اي او ارزاز مثلا بالفرضا او معالجه بالاكسجين، هي التداخلات كلها ممكن تؤدي لاطلاق رذاذ كميه عاليه يعني او قطيرات كميه عاليه بالجو، وبالتالي بيحتاج المريض انه او بيحتاج عفوا الطبيب ل قناع معين مشان يحمي حاله. طبعا ما بس القناع بيكفي، لانه مثل ما حكينا لازم نظارات، لانه هاي الرذاذ او القطيرات ممكن تدخل على العيون، او مثلا غالبا نحن شيء عم نسوي انه هذا الفيزا او مثل الحامي لكل الوجه، لانه كمان هاي القطيرات ممكن تجي على القناع نفسه على السطح الخارجي او حتى على الشعر كمان، لذا كان استخدموا لباس الشعر، لباس الرأس او حتى لباس الجسم، الهدف انه كل شيء ممكن يعني يلزق عليه الفيروس او القطيرات ممكن تتخلص فيه منه بعدين. تمام. يعني هاي تقريبا القناع الاقنعه الحاليه المستخدمه. طيب بس بالنسبة لطريقة التعامل مع المرض مثل ما ذكرت حضرتك، لما يجي المريض عند الإسعاف، طيب هذا المريض بيكون هو المريض جاي بشكوى خلينا نقول تنفسية، ولا يعني مهما كانت الشكوى بس ليكون عنده اشتباه بمرض معين، مثلا ممكن يكون جاي المريض مثلا بكسر رجل أو بحروق أو بكذا، هل يسأل هاي الأسئلة تبع اللي ذكرت حضرتك؟ عم يسأل كل المرضى صراحة، حتى اللي جايين مثلا بكسر أو أي شيء عم ينسألوا نفس الأسئلة اللي هي إنه مثلا هل أنت فرضا معك حرارة؟ أو في مثلا عم تسعل أو عطاس أو كذا؟ أو مثلا عندك كونتاكت، صار اتصال مع مريض معه مثلا كوفيد أو كذا، أو حدا عندك بالعيلة أو أي شيء؟ أو مثلا كمان إذا في ما أنه من الأعراض كثير الشائعة، إذا في عندك إسهالات أو أي شيء، إسهال أو إقياء، وكمان إذا في نقص بحاسة الشم أو التذوق كمان. يعني هاي الأسئلة تقريبا يعني. طبعا مثل ما حكينا هي أسئلة عامة، التمريض بجوز ما يقدر يفرق، يعني المريض بس بحط يا أو نعم، يعني نعم أو لا على الجواب. ومثل ما حكينا الطبيب هو لازم يقرر انه هل فعلا لازم مثلا أنا هذا المريض اعزله ولا لا. وصراحه عمليه صعبه يعني ما سهله، يعني بجوز ذكر المريض سواء على كل شيء بنعم، يعني بيروح على العزل، يعني بنبتدي اول مرحله العزل بعدين بيقرر الطبيب الرئيسي، والطبيب هو اللي بقرر انه فعلا نعزل ولا لا. وصراحه بس مثل ما حكينا انه عملية مانا سهلة، لأنه يعني ممكن أذكر مثال مثلا عندنا مريضة من فترة أجت بوجع بطن وحرارة، وكانت عند طبيب الأسرة طبيب العيل الهاوس آت، وعمل لها إيكو للبطن وشاف عندها زيجماتي فيتوكيلوتيس اللي هو التهاب الرتوج بصن اسمه أو المريضة اجت، طبعا لما اجت لعنا جاوبت على الاسئلة انه في عندها حرارة فتم عزلها. لما راح الطبيب شافها فمريضة فعلا عندها وجع ببطنها، فحصها عندها حرارة، عندها ايكو بطن من الهاوس ات، فخلص يعني امور واضحة، سبب الحرارة غالبا زيجماتي فاسيكوليتس، ما كان عندها اي اعراض تنفسية. المريضة طبعا نقبلت، نعمل لها طبقة محوري للبطن مشان تأكيد التشخيص،
وبالمقاطع السفلية من الرئة بالطبق المحوري شافوا انه في عندها هذا الزجاج المبشر الميش كلاس في عندهم، فتم عزل المريضة كمان بشكل يعني طبعا للأسف من خلال الفترة تم يعني فك العزل بين الفترة، وصار في تماس مع بعض الأطباء، ودول الأطباء اضطروا يعزلوهم يعني يروحوا بالحجر لبين ما يتأكد الموضوع. فمشكلة في مرضى صرنا شايفين كذا مريض بدون يعني ما عندهم الأعراض اللي فعلا اللي هي المذكورة بالكتب أو بالدراسات يعني اللي انتشرت. يعني مثلا فرضا بظن بالصين حكى انه بجوز 90% او فوق 80% عندهم حراره. بظن انهم في دراسات بالمانيا 50% او 60% بس عندهم حراره. وفعلا هذا الشيء عم نشوفه، يعني عم يجونا مرضى مثلا هلا صار حالتين او ثلاثه شفتهم جايين مرضى بس باسهالات. ما عنده اي ما اعراض، ما في سعله، ما في ضيق تنفس، ما في اي شيء، فقط اسهالات. فهدول المرضى بصراحة في تحدي يعني، لأن أنك أنت تميز أنه مريض تقدر تعزله ولا لا. في الخطوط العامة اللي حكيتها اللي هي الحرارة والأعراض المعروفة، بس للأسف إلا ما ينفذ له مريض أو مريضين يعني أحيانا بسبب أعراض غير نوعية، وعم يصير من وراء أحيانا تماس مع الطاقم الطبي. طيب هلا ننتقل للمحور الثاني مع الدكتورة نور، نحكي شوي عن موضوع التشخيص. دكتور عماد، رح نكفي السيناريو اللي بلشه الدكتور مجيد. قلنا اجى المريض سواء باعراض نمطيه ولا نمطيه على الاسعاف، وقرر الطبيب انه يعزله بشك بكوفيد 19. كيف بده يبلش خطوات التاكيد الشك السريري؟ يعني شو اول مرحله انتم بتقوموا فيها؟ هلا طبعا المرضى بعد ما يتم عزلهم بيدخل التمريض، غالبا واحد من التمريض وواحد من الاطباء للغرفه، وبيتم فحص المريض، سحب دم، اخذ مسحات اللي هي يعني تقريبا شكل اساسي، يعني تلعب دور اساسي بالتشخيص او نفي التشخيص عند هدول المرضى. عادة بيتم أخذ المسحات من البلعوم الأنفي بشكل يعني بشكل عميق، وإذا المريض ممكن يقدر يسعل مثلا كمان عين من البلعوم طبعا إذا كان فعلا بيقدر يسعل يعني. وبيتم بعد طبعا هدول العينات بيلون مثل ما بيقولوا صندوق خاص مخصص له، تم وضعهم بهذا الصندوق وبعتهم لقسم للمخبر تبع الفيروسات مشان التحليل. طبعا بالنهاية أكيد الشك بيجي بعد مثل أي مرض أي شيء، في عندنا شيء اسمه قصة وفحص سريري. طبعا لازم نسأل المريض شو عنده أعراض ونفحصه، وبالإضافة للمسحات، وعلى حسب القصة والفحص السريري بتوجه الطبيب إنه هل فعلا هذا المريض في عنده هاي المشكلة اللي يعني فينا نقول إنه يعني شك عالي إنه هذا المريض فعلا عنده هاي المشكلة، ولا لا هذا المريض عنده شيء مثلا تاني بس احتمال ديفرنسيال دياجنوز يعني كتشخيص تفريقي يكون عنده هذا الشيء. يعني مثلا فرضا عنده حرارة وعنده سعال بس كمان عنده وجع بطن وعنده يرقان مثلا مصفر، فممكن يكون مثلا عنده شغل أنجيتس التهاب طول الصفراوية، وممكن يكون عنده مثلا مرضين سوا يعني. وهذا فعلا عم نشوفه عند بظن مثلا كتير مثلا من مرضى الجراحة مثلا اللي عم يجوا فرضا عامل حادث سير وعمل له عملية وطلع يعني بس ضمن الصور اللي عمل له انه فعلا عنده ارتشاحات او مثلا مشكله بالصدر، وطلع ايجابي بالمسحات وما انه كان عرضي لل كوفيد 19. ففي عنا مثل ما حكينا الحالات الواضحه اللي هي فعلا مثل ما نحن عم نقرا بالدراسات انه فعلا تنفسي، القصه واضحه انه مثلا ببلش بحراره واوجاع مفاصل وعضلات، وبعد شيء حوالي اسبوع ببلش بضيقه النفس وبيجينا بذات رئه. وفي حالات ما انا كثير وصفيه اللي هي نص نص، وفي حالات اللي هي الثالثه اللي هي
يعني تقريبا شبه نفي، ولكن بسبب هلا الجائحه الموجوده عندنا يعني، وانه عم يصير ما عم نقدر مثلا مثل بتعرفوا انتم مثلا مرض الانفلونزا، نقدر نعمل فحص بالاسعاف، نعمل مسحات، وهي المسحات خلال عندنا جهاز مثلا خلال 20 دقيقه بتعطينا النتيجه، وبالتالي انا ممكن مباشره نعزل المريض. هلا حاليا لحد الان ما في جهاز يعطينا السرعه، طبعا في جهاز موجود بس لسه يعني ما انتشر موجود حاليا بالمانيا، وبالتالي بدنا نضطر فعلا نعزل كل مريض عنده حراره. ما قدرنا نلاقي السبب، يعني مثلا فرضا مريض اجانا عنده حراره، عملت له صوره صدر او مثلا طبقي محوري للصدر، ما طلع في عنده شيء واضح، عملنا له فحص للبول طلع كمان ما عنده شيء، عملنا له ايكو للبطن كمان ما لقى. يعني عنده حراره ما لقينا سبب. هدول بفضل انا كمان صراحه ينعزلوا تمام. بعد ناخذ المسحات. المسحات عاده للاسف مانا حساسيتها مانا عالي هذا يعني. السؤال التالي. تمام دكتور إيمان، يعني نحن فنفرض انه المريض كان عندك شك سريري عالي لانه هيكون عنده مظبوط. كورونا، وعملت انت اول مسحه من البلعوم الانفي او شيء يعني بالعمق اكثر وكانت سلبيه، شو النكست ستيب او شو بتعمل بعدين لحتى تثبت التشخيص؟ هلا هون احنا الصراحة عنا بسبب يعني احنا عم نتعلم من هذا المرض، يعني مشينا عنا حالات، ف انا بظن في وحدة من الحالات اللي عرضناها بالجروب انه مريض فعلا اجا وكان بنته مثلا عندها المسحات كانت ايجابية عند المرض، وكانوا مع بعض برحلة مع بعض، والاب صار عنده مشاكل، هو اجى لعنا بسبب رجفان اذيني بسبب ضيق نفس، بس تم عزله، عملنا مسحات وطلعت سلبيه، والمريض مثلا بعد يوم تم يعني معالجته وتم بعته على البيت. طبعا بعته على البيت كمان بعزل، قالوا انه خليك حاليا معزول، في حال ما تحسن الوضع او زادت اعراضك بترجع. ولما رجع ردنا عملت المسحات كانت ايجابيه. المشكلة بالمسحات انه في هلا حاليا دراسات عم تحكي انه وجود يعني في كانه مثل اطوار معينه للفيروس بتكون احيانا ايجابيه بالبلعوم لما عم ناخذ مسحات، واحيانا سلبيه، ممكن تكون بدايه المرض سلبيه بعدين تصير ايجابيه بعد فتره، تصير يعني حسب فوعه المرض حسب يعني شدته. نحن عم نحاول مشان قدر الامكان نخفف عدد المرضى اللي سلبيتهم كاذبه، انه نعمل طبقه محوري عند المرضى. ومثل ما بتعرفوا الطبق المحوري دائما بيعطي يعني في له موجودات نوعيه عاده اللي بنشوفها بالذات الرئه الفيروسيه، اللي هي غالبا الزجاج المغشى او الميش كلاس، فانهم تكون غالبا محيطي بال 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 بالرئتين بقاعه الرئتين بشكل اساسي، او احيانا كونزيل ديونج او اللي بيسموها تكثفات مثلا بالرئه كمان منتشره. اذا موجوده وكانت فرضا المسحات سلبيه ونحن عندنا شك عالي، يعني فرضا المريض فعلا عنده كونتاكت مثلا عنده اتصال مع هيك مرضى، وكانت مسحات سلبيه ولكن مثلا الطبق المحوري ايجابي، هذا المريض بيضل معزول. تمام. السؤال انه هو المكان اللي اخذت منه المسحه بيلعب دور اساسي؟ يعني مثلا اذا تم اجراء تنظير قصبي ورشافه قصبيه بتكون الحساسيه اعلى او ما في دور؟ طبعا المسحات المأخوذه مثلا من الفم حساسيتها اقل، او مثلا بجوز مثلا السعال او عفوا يعني طريق القشع مثلا كمان بجوز حساسيته اقل، بجوز اعلى شيء بالنسبه ل يعني حسب الدراسات هي المسحات البلعوم الانفي العميقه. طبعا الاحسن هو التنظير القصبي او مثلا الاخذ المفرزات من شكل من طرق تنفسيه بجوز السفليه، بس انا يعني صراحه ما بنصح فيه، يعني بس مشان يعني مثلا يعني فرضا اجى مريض
وطلعت فعلا عنده مسحات سلبية، ولكن صورة الصدر وصفية وباقي الأمور مثلا كلها بتتوجه بهذا الطريق. فما بنصح إنه مثلا ينعمل تنظير قصبي بس مشان تأكيد التأكيد، لأنه مثل هيك إجراءات التنظير القصبي أو مثلا تنبيب المريض أو أي شيء، هذا كله بيترافق مثل ما حكينا مع كمية إرذاذ وقطيرات عالية، وبالتالي بشكل خطر على الطاقم الطبي. حاليا أنا شايف صراحة هذا الطريق كويس، يعني التوجه السريع طبعا القصة والفحص السريري يعني كثير بيلعب دور. يعني مثل ما حكينا مثلا هي في عندنا مريضة كانت جايتنا مثلا بإسهال فقط، ما في عندها أي أعراض تنفسية وأكسجتها كانت ممتازة، ولكن المريضة كانت برحلة بحرية بعدة الدول، وبهاي الرحلة على السفينة كان مثلا أكثر من 30 مريض، أكثر من 30 شخص طلعوا إيجابيين، بس هي المريضة طلعت سلبية. دخلت طبعا مريضة على ألمانيا وموجودة وإجت لعنا، طبعا نحن سمعنا القصة إنه كانت في بهاي السفينة يعني تم عزلها رغم إنه بس إسهالات، بس وصراحة ما كنت أعمل لها طبقة محررة، إنه قلت غالبا يعني الإسهالات صار لها كذا أسبوع يعني أسبوعين أو ثلاثة. بس أثناء الفحص السريري مثلا سمعنا في عندها بأسفل الرئتين اللي هو غالبا توضع الآفات يعني فاين بلازيك برويش أو خراخر بسموه أظن ناعمي. فعملنا لها طبقة محورية وفعلا كان عندها صورة وصفية وطلعت كمان مسحتها إيجابية. فبأكد فعلا القصة والفحص السريري كثير تلعب دور، والمسحات والطبقة المحورية طبعا في دورنا الأضداد المصرية يعني هو في هلا الأضداد كثير عم نحكى فيها. الأضداد صراحة ما لها أي دور أنا برأيي بالتشخيص. الأضداد أول شيء ما أنا نوعية لهذا المرض، وإنما ممكن نشوفها كمان في تصالب مع الفيروسات الثانية، الفيروسات كورونا اللي بتسبب الرشح الرشح العادي، وبالتالي ممكن تكون إيجابية. وبنفس الوقت كمان هاي الأضداد بدت يعني حوالي أسبوع أو أكثر لحتى ترتفع بالدم، وبالتالي ممكن إذا جاينا مريض بحالة حادة يعني يومين ثلاثة مرضان وعملنا الأضداد أو اللي هو الاختبار بجوز الموجود هلأ بشكل تجاري بكثير أماكن، عبارة عن نقطة دم يعني مثل تقريبا فحص السكر يعني تقريبا كثير سهل يعني هو صراحة أنا شفته، بس للأسف ما نو حساس للمرض، يعني ممكن يطلع سلبي ويخدع المريض ويقول أنا ما عندي شيء أو كذا، يخدع أو ما نو حساس دكتور شكلين يعني صراحة لأنه حساس إنه مثل ما حكينا بيطلع سلبي يعني، بس هو المريض معه يعني معه هالشيء يعني سلبي كاذب، وبنفس الوقت ممكن إيجابي ولكن كمان إيجابي كاذب، يعني المريض عنده رشح عادي وصار عنده هاي الأضداد، فصعب نفرق صراحة. في عنا نحن هلأ حاليا في دراسة عم تتساوى بالمشفى، عنا المشفى الجامعي كمان بنفس عم بده يتاخد أضداد من العاملين بالمشفى بشكل كامل، يعني طبعا يعضوا عليهم يعني إنه اللي بيحط مثلا يقيس الأضداد، صراحة أغلب العالم حابت يعني تقيس، ولحد هلأ اللي شافوه إنه كثير من اللي قاسوهم هني صراحة بيسموا بالجراوبرايش يعني عن يعني لا نو إيجابي ولا نو سلبي يعني، فما عم تقدم تأخر صراحة للأسف يعني الأضداد، يعني بجوز إذا كانت فعلا عالي جدا فهذا ممكن يوجه إنه هذا المريض أو شخص صار بجوز معه كورونا بشكل غير عرضي أو عرضي خفيف وشفه وصار عنده أضداد، أو بس سلبيته كمان للأسف ما تنفع. أنا برأيي ما لازم يعتمد عليها نهائيا بالتشخيص، أو واحد ينخدع يعني من خلال الإعلام أو شركات تجارية عم تروج لها يعني لبعض الأطباء، يفضل عدم الخداع فيها. تمام.